وزارة العمل وشؤون الاجتماعية تطلق استمارة إلكترونية لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعمال المضمونين. الاتحاد الأوروبي يوافق على الجزء الأول من خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا. إلى التفصيلات، أهلا بكم. أطلقت وزارة العمل وشؤون الاجتماعية استمارة إلكترونية لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعمال المضمونين. وقال مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وكالة الرائد جبار باهظ في تصريح للصباح أنه تم إطلاق استمارة إلكترونية من أجل تلقي طلبات صرف مكافأة نهاية الخدمة للعمال المضمونين، وبين إطلاق الاستمارة جاء من أجل تبسيط الإجراءات على العمال المضمونين وعدم تكلفتهم عناء المراجعة للدائرة، فضلا عن كونها خطوة وقائية في ظل تفشي جائحة كورونا. تستعد وزارة التخطيط لإطلاق مشروع تشغيل الشباب قريبا في محافظتي واسط وديالة حال استكمال الإجراءات الإدارية، وذلك بعد إنجازه في 8 محافظات. ووفقا للمتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي، أن المرحلة الأولى من المشروع ستوفر ما لا يقل عن 2000 فرصة عمل في كل محافظة، ومع مرور الوقت ستزيد هذه الفرصة وصولا إلى 100,000 فرصة عمل بحلول نهاية هذا العام. من جانبها، أكدت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر جودة أن مشروع تشغيل الشباب بإمكانه أن يحقق الهدف في تفعيل الصناعة الوطنية فيما لو تم دعمه من قبل الحكومة وحمايته من المنتج المستورد. جودة قالت إن هذا المشروع أقر في الدورة السابقة وتم حينها الاتفاق مع البنك المركزي لتمويل، إلا أن هناك عدة مشكلات حالت دون استكماله، أبرزها مناقشة المنتج المستورد، مبينة أن فرص نجاح هذه المبادرة في الوقت الحاضر كبيرة جدا، لا سيما أنها تستهدف الفئة المهمة من الشباب العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم، فضلا عن منع خروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد. قال رئيس هيئة استثمار الأنبار مهدي النومان للعراقية الإخبارية أن محافظته وفرت أراضي تقدر مساحتها بأكثر من 50,000 دونم لمشروع تشغيل الشباب من خلال العقد الذي تم توقيعه بين وزارة التخطيط وإحدى الشركات لهذا الغرض، لافتة إلى أن الخطوة الأولى تتضمن تشغيل وتوفير 2,800 فرصة عمل خلال العام الحالي. ضمن مبادرة الحكومة المركزية لتشغيل الشباب، تم توقيع اتفاقية أو عقد بين وزارة الشباب والجهة المطورة لهذا المشروع، وهي إحدى الشركات الرصينة التي لديها مشاريع استثمارية في العراق. الخطة الأولى تشمل لتشغيل حوالي 2,800 فرصة عمل. طالبتنا وزارة التخطيط بتهيئة أراضي لهذا المشروع الاستثماري، ولله الحمد تم مفاتحة مديرية زراعة الأنبار وتم استحصال 4 قطع استثمارية بمساحات مجملة تقدر بحوالي 45,000 دونم كمرحلة أولى. القطاعات اللي تكون مشمولة بالخطة الأولى هي قطاعات المهندسين الزراعيين والمهندسين المدنيين والميكانيكيين وخريجي كلية الإدارة والاقتصاد بكافة قطاعاتها، إضافة إلى كلية الطب البيطري، إضافة إلى الأعمال البسيطة الأخرى للأيدي العاملة البسيطة كالسياقة والأيدي العاملة غيرها. هذا التشغيل إن شاء الله يشمل قطاعين، قطاع النسوي وقطاع الشباب. سيبدأ بالمرحلة المقبلة إن شاء الله الأسبوع القادم. اتصلنا بكافة النقابات المتخصصة في هذه الأعمال وبالتنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي. محافظة الأنبار هي أولى المحافظات التي أطلقت أو خصصت أراضي لهذا المشروع وبادرت فعليا
بإجراءاته لغرض تشغيل الأيدي العاملة من الشباب. إذا ما استكمل هذا المشروع إن شاء الله وفق الرؤية التي وضعتها الحكومة المركزية، نعتقد أنه سوف يساهم في تشغيل بحدود 15,000 درجة في عام 2020. أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة خطة لتنفيذ 250,000 وحدة سكنية سنويا موزعة بين عموم المحافظات. وتضمنت الخطة تنفيذ القطاع الخاص 50,000 وحدة سكنية سنويا بالاعتماد على ما يمتلكه من معامل بناء جاهز في عموم المحافظات، فضلا عن 100,000 وحدة سكنية تقوم بتنفيذها الشركات الأجنبية ذات الخبرة في تنفيذ وتشغيل معامل البناء الجاهز، إلى جانب تنفيذ 50,000 وحدة سكنية سنويا من قبل شركات الوزارة عن طريق معاملها المنتشرة في عموم المحافظات. بينما تقوم الشركات الاستثمارية بتنفيذ 50,000 وحدة سكنية باعتماد مبدأ النافذة الواحدة في الحصول على الأراضي. وجه محافظ البصرة أسعد العيداني باستئناف العمل في مشاريع المحافظة ابتداء من يوم غد الأحد. ودعا العيداني بحسب بيان صدر عن مكتبه جميع الشركات للمباشرة بمشاريعها، وكذلك وجه بوجود المهندسين المقيمين ولجان المتابعة في مواقع العمل لاستئناف المشاريع. من جانب آخر، قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة تخفيف إجراءات حظر التجوال وإعادة فتح منفذ الشلامجة الحدودي ابتداء من يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه محافظ البصرة أسعد العيداني، تم خلاله الاتفاق على إعادة افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي ابتداء من 15 من أيار الجاري بشكل مبدئي أو أقرب من هذا التاريخ في حال اكتمال الإجراءات في المنفذ لضمان دخول المواد الغذائية للبصرة، مع التجديد على ضمان المراقبة الصحية والأمنية في المنفذ. حذر صندوق النقد الدولي من أن إشعال حرب تجارية مجددا بين واشنطن وبكين سيقوض التعافي من جائحة كورونا. مديرة صندوق النقد الدولي كريستيانا جورجيفا قالت أن هناك الكثير من الضبابية حيال الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة، مبينة أن إعادة إنعاش التجارة العالمية ضروري لضمان تعافي اقتصاد عالمي. منحت حكومات منطقة اليورو موافقتها النهائية على الجزء الأول من خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر إتاحة مبالغها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد الحصول على الموافقات الإجرائية وحتى نهاية عام 2022. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. النشرة الاقتصادية انتهت، لكن ما زال هناك المزيد مع الزميل حسين تركي. شكرا جزيلا لك مشتاق.
تذكير لأبرز ما جاء في نشرتنا. الكاظمية ترأس الجلسة.